ناصر وآزر. نعم. رقم 47 و200. عن سهل بن سعد: ارتج أحد وعليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. نعم، نفس المعنى الذي سبق. 258. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي، فقال أبو بكر: وددت يا رسول الله أني كنت معك حتى أنظر إليه. قال: فقال رسول الله: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. نعم، إذا ما هذه الفضيلة لأبي بكر في هذا الحديث؟ تفضل. أول من يدخل الجنة من أمة الإسلام. نعم، أول من يدخل الجنة من أمة الإسلام بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر هذه الفضيلة الأخرى. طيب، 261. عن يوسف ابن يعقوب المدشون أبو سلمة قال: أدركت مشيختنا ومن نأخذ عنه منهم ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومحمد بن المكدر وعثمان بن محمد الأخنسي يقولون: أبو بكر أول الرجال أسلم. نعم، ما هي هذه الفضيلة لأبي بكر في هذا الحديث؟ أنه أول من أسلم أبو بكر رضي الله عنه. نعم، أنه أول من أسلم من الرجال. هناك روايات متداخلة: أول من أسلم، فأول من أسلم من الرجال هو أبو بكر، وأول من أسلم من الصغار من الصبيان هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأول من أسلم من العبيد زيد بلال رضي الله عنه، وأول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها. فإذا إخواني في الله، كما ترون هذه مزية لأبي بكر. طب ما هي المزية أنه أول من أسلم؟ ما هي المزية أنه أول من أسلم؟ المسارعة إلى تطبيق شرع الله، مبادرة بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صاحب الصدق. صاحب الصدق، كل أول من أسلم صاحب الصدق. توفيق الله عز وجل لأهداف الإسلام وكذا. لا إله إلا الله. عدم مداخلة قلبه والشك أو النظر عند عبد الإسلام. جزاك الله خير. يكون في أول الإسلام زمن صعب. نعم، هذه المزية، أنه دخل في الإسلام في أصعب الظروف، في أصعب الظروف ظهر أبو بكر وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويتلقى العداء من هذا وذاك، ويدافع عمن يريدون أن يدخلوا في الإسلام. هذه مزية لا يعرفها إلا من دخل في باكورة الدعوة. وكيف أن السنة عندما تنتشر في فترة، فأول المستجيبين هم أول من يتأذى ويتعرض للبلاء، فكان أبو بكر هذا هو حاله، أول من دخل، فأكثرهم صبرا مع نبينا صلى الله عليه وسلم. رقم 280. عن علي قال: رحم الله أبا بكر، هو أول من جمع بين اللوحين. بين اللوحين أي جمع إيش؟ نعم، المصاحف. فإذا من الذي أول من جمع المصحف؟ من؟ أبو بكر. طب كيف يجمع شيئا لم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ كيف يجمع أبو بكر المصحف ولم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ واحد، كان في زمن التنزيل، ما زال زمن التنزيل. نعم، أن الآيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة النزول، فبالتالي كيف يجمع؟
والآيات تتنزل. اثنين، ذلك حاجة في جمع المصحف لأن مات كثيرون من الصحابة. اثنين، وجود النسخ والمنسوخ في تلك الفترة، إجماع الأمة المعصومة على الجمع. تفضل. أنه جمعه في ورق يحفظ. في ورق حاجة إلى نشره بين لا حول ولا قوة. إنه فيه خير. إنه فيه خير. إن شاء الله يكون فيه خير. لم تتوفر الدواعي إلى جمع الجمع. كانوا الحفاظ يعتمدون على الحفظ في الصدور. آخر آية نزلت وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الفترة قصيرة. طب هل هناك في القرآن ما يثبت أن القرآن هو كتاب وأنه مجموع أصلا؟ الجواب نعم، مثل ذلك الكتاب. فالله عز وجل سمى القرآن كتابا. هي أسئلة يسألها المستشرقون وأهل البدع، لابد أن تعرفوا كيف تجيبون. اكتبوا، تفقهوا، تعلموا، هذه شبه تدخل إلى القلوب فيمشوا أخطاءهم وبدعهم وباطلهم على الناشئة ممن أكرمه الله بالسنة. بس بعد إذنك كاسة مي نتفرج عليها. بس شيخنا لو تعيد السؤال بالإجابة بقول ايه، ما قص في نهاية الدرس لأنه راح يجينا أسئلة كثيرة. طيب رقم 84 و200. علي قال: قيل يا رسول الله من يؤمر بعدك؟ قال: أن تؤمروا أبا بكر تحدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وأن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم، وأن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم. نعم، ما هي هذه الفضيلة لأبي بكر؟ زاهد. نعم، فهذا تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا. ما معنى زاهد؟ ما معنى أنه زاهد؟ لا يرد شيء كثير من الدنيا. لا حول ولا قوة. أكثر الآخر بالدنيا. لا يريد سوى حاجته من الدنيا. لا يلتفت الدنيا بقلبه. اللهم قال لك إنه في جيبه مش في قلبه. في جيبه؟ في قلبه. لو ما بده يعطي المال. خشب على جيبه. جعل الدنيا في يدي وليس في قلبي. أولا الزاهد هو الذي لا يبالي جاءت الدنيا أم ذهبت، لا يبالي جاءت الدنيا أم ذهبت. أجاك 10,000 الحمد لله، راح منك 10,000 الحمد لله. إيه، وليس معنى الزاهد الفقير، وليس معنى الزاهد أنه ليس معه أموال. فلذا سئل الإمام أحمد: هل يكون الرجل زاهدا وعنده 1,000 دينار، 1,000 دينار ذهب طبعا؟ قال: نعم. لا يبالي بقيت أم ذهبت. ومن أهم ثمرة الزهد هو أن تجعل ما رزقك الله من مال أن تطوعه لخدمة الإسلام والمسلمين، لخدمة الإسلام والمسلمين. وبالتالي يأتي كلام أخينا هناك وكلام أخينا يعني ربما يعني لم يعبر أن الدنيا في يده وليست في قلبه، لا يتأثر. فبالتالي نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الزهد الشرعي. لأن بعض الناس عنده زهد لكنه ليس شرعيا. نعم، طبعا هذا نقفز عنه لأنه في شيء مكرر وفي شيء ضعيف.
فوصل بنا المقام عند رقم 297. نعم. عن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما صاحبكم كذا، وأقبل حتى سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انظر، أبو بكر انكشفت ركبته. طب هل الركبة عورة أم ليست عورة؟ الراجح أنها عورة، فكيف يكشفها أبو بكر؟ إذا كان نزل على أبي بكر مش فخر، نزل شيء ثقيل، فأبو بكر من شدة هذا الأمر الثقيل الذي نزل عليه لم يلتفت إلى تغطية ركبته، فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر ماذا فعل؟ قال: أما صاحبكم كذا. ما معنى كذا؟ يظهر أن صاحبكم يشعر بالحزن أو الغضب أو الأذى. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر يشعر بالحزن أو الغضب أو الأذى؟ كيف؟ شرحنا الآن. تفضل. الهيئة اللي جاءت بها أنه كشف ركبته ولم يلتفت. نعم، لم يركز في تغطية ركبته. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقبل حتى سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال أبو بكر؟ فقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين عمر شيء فأسرعت إليه. انظر، حصل بينه وبين عمر، يعني ما يا جماعة، هكذا هي مسيرة الصحابة بشر. لا تظن أن أخا لك في الله لا يمكن أن يخطئ معك، هو بشر يصيب ويخطئ. ما الحل؟ أن يسامح بعضنا بعضا. أنت ليش اسمك سامح؟ عشان سامح. فأفضل حل للتعامل مع إخوانك في الله أن تسامح. واسم سامح إشي جميل، يذكرك التسامح والمسامحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالتالي أحبائي في الله، الصحابة حصل بينهم مشكلات، والحل كان إيش؟ أن يسامح بعضهم بعض، والكاظم من الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فماذا حصل؟ حصل بينه وبين من؟ وبين عمر. أوه، بشرون بالجنة، وحصل بينهم مشكلة. طب ماذا فعل أبو بكر لكي لا يبقي هذا الشيء؟ هان النقطة. إذا حصل بينك وبين أخيك شيء، ألا تسكت، لابد أن تعالج هذا الشيء. ماذا فعل أبو بكر؟ أيوة. قال: ثم إني ندمت على ما كان مني إليه، فسألته أن يغفر لي فأبى علي. نعم يا عمر، ما أنا ندمت على ما كان بيني وبينك، يعني أنا غلطت معك. أبو بكر يعترف، فعمر رضي الله عنه لم يقبل. عمر نعم لم يقبل، وهذا عظة للأمة. فماذا حدث؟ نعم. فتبعته البقيع كله حتى تحرز بداره مني، وأقبلت إليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، 3 مرات. ثم إن عمر ندم حين سأله أبو بكر أن يغفر له فأبى عليه. يا جماعة في نفس المجلس بده حلها أبو بكر، أتى عمر فعمر أبى، فلحقوا أبو بكر فاختبأ عمر. إيه عمر؟ قال: شو اللي بسويه؟ فمباشرة ندم، فرجع لمين؟ حتى يصالح أبا بكر. أيوة. ثم خرج ثم فأبى عليه، ثم خرج من منزله حتى أتى منزل أبي بكر، فسأل: هل ثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فعلم أنه عند رسول الله فأقبل. انظر، فذهب إلى بيت أبي بكر، هل أبو بكر موجود؟ قالوا: لا. خلاص،
معناته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا هو ملاذهم وحياتهم، فما في خلويات. لكن أنا بعرف وين بده يروح أبو بكر، وين بده يروح صبر الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، وين بده يروح؟ والله إذا ما رحنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم يعني، وما عنده حجاب وما عنده مواعيد مسبقة النبي صلى الله عليه وسلم، بده يجي على وسان يعني، كيف بدك تتصور حالك يا الله الدنيا الثانية؟ فمباشرة نعم. فأقبل عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى سلم عليه، فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر، حتى أشفق أبو بكر أن يكون من رسول الله إلى عمر ما يكره. يعني مباشرة رؤية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الغضب. ليش غضبان النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش غضبان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعدم مسامحة عمر، لغضب أبي بكر. طيب ليش هو إيش أبو بكر؟ نسمع. فلما رأى ذلك أبو بكر جثى على ركبتيه فقال يا رسول الله أنا والله كنت أظلم. عمر بيخفف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والله يا رسول الله إني كنت أظلم من عمر، خفف من روعك. أيوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله بعثني إليكم، فقلتم كذبت. ما نسي. يا أيها الناس ذاكرين، بس كنت كفار وجيت أدعوكم للإسلام، كنت تحكوا لي كذب، لكن أبو بكر قال صدقت. ما نسيله يا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أصعب مرحلة في حياة الداعية، أن يجد النصراء في البداية ويثبت معه إلى الممات. فكان من أبي بكر أنه كان من السابقين الصامدين الصابرين. نعم. وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ 3 مرات. قال فما أوذي بعدها. يا الله، إذن ما هي هذه الفضيلة التي وردت في هذا الحديث لأبي بكر؟ واحد سامح. واحد أذيته من أذية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن من آذى أبا بكر فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم. 2 نصرة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أمام الناس، أنه أول من آمن ونصر النبي صلى الله عليه وسلم في وقت المحنة. 3 اعتراف ابو بكر بالخطا، واسى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وايضا بماله. واسى النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته بنفسه وماله. اكتب 4 معرفته بحب النبي صلى الله عليه وسلم له ومع ذلك هضم نفسه. 4 قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تفارقي صاحبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لغضب أبي بكر، يغضب لغضب أبي بكر. يا رجل، أبو بكر افرض أنه غلطان، أتنسى الإيجابيات الكبيرة التي خدم فيها دين الله ودين الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوا لي صاحبي. عرفوا أن أبا بكر خط أحمر، هذا أبا بكر فقد هذاني، أبو بكر سب علينا ضربنا سأقول اللي بدك إياه، خلص خط أحمر بكر. طبعا ذلك زاده تواضعا وإنصافا و هضما لنفسه رضي الله عنه. يعني بعض الناس بسبب نفسه المريضة لو قيل له افعل الآن ما شئت، افعل ما شئت، بدي أسرق، بدي أقتل، بدي أزني،
بدي أكذب، بدي أنت أصلا لا يقال لك أفعل ما شئت، لأنه نفسك إيش؟ مريضة. لمن يقال أفعل ما شئت؟ للذي نفسه طيبة. فأبو بكر أفعل ما شئت ازداد طاعة وتقربا إلى الله جل في علاه، فهذه لا تقال إلا لمن هو نفسه زكية وطيبة. ولا أتكلم افعلوا ما شئتم من ناحية التهديد. نعم، ينتقل الآن المصنف إلى فضائل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فضائل عمر رضي الله عنه كثيرة، وألفت وأفردت بمؤلفات. فضائل عمر بن الخطاب لابن الجوزي، كتاب مطبوع في مجلد وفي طبعة في مجلدين بالأسانيد، تحقيق الأستاذ عامر صبري، وكذلك محض الصواب بفضائل عمر بن الخطاب لجمال الدين يوسف ابن المبرد، مطبوع في 3 مجلدات عن الجامعة الإسلامية المدينة النبوية وغيرهما كثر طبع في فضائل عمر بن الخطاب. لو أردنا أن نتكلم عن فضائل عمر بالتفصيل لاحتجنا إلى مدة طويلة جدا، ولا أبالغ إذا قلت نحتاج في درس أسبوعي إلى سنة. فرضي الله عن عمر وغفر الله له، ونسأل الله أن يرحمنا وإياه وأن يتقبلنا وأن يحشرنا معه مع نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، نسمع رقم 301. عن سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه، عالية أصواتهن، فلما استأذن قمنا يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله، ورسول الله يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. قال رسول الله: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرن الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبن. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا: نعم، أنت أغلظ وأفض من رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قراءة بانفعال، هيك قراءة كأنك تقرأ جريدة، يعني وين الانفعالات؟ قلنا: نعم، أنت أغلظ وأفض من رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. إذا ننظر هذه الحادثة، الصوت من قبل النساء يرفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا كانت الفضيلة لعمر؟ النساء يتكلمن ويرفعن أصواتهن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا كانت الفضيلة؟ ليرفع الدين، الهيبة. لما دخل عمر تدرنا الحجاب. نعم، أولا عندما دخل عمر اختبأ. اثنين، سكت قدام النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثن ويرفعن أصواتهم ولا يختبئن. جاء عمر فاختبئن وذهبت الأصوات. هل فرح عمر بهذا الموقف؟ وماذا قال؟ هل فرح وماذا قال؟ لم يفرح، قال للنبي: أنت أحق أن يهبن منك. أولا عمر لم يفرح بهذا الموقف. طب هل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف؟
الجواب نعم. نعم. لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ خوف النساء من عمر. لخوف النساء من عمر وأنهن اختبأن، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا خاطب عمر رضي الله عنه النساء؟ ماذا خاطب عمر بن الخطاب النساء؟ يا عدوات أنفسكن، يا عدوات أنفسهن أو أنفسكن. طيب كمل. أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا؟ فماذا أجابت النساء لسؤال عمر؟ ماذا أجابت النساء؟ نعم، إنك أشد وأغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت غليظ، لكن عمر غليظ في إيه؟ في الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مادحا عمر، ماذا قال؟ ماذا قال؟ والله يا ابن الخطاب لو سلكت وادي أو فجا وفيه شيطان لسلك الشيطان فجنا. نعم، ما سلكت فجا إلا وسار الشيطان في الفج الآخر. يعني عمر ماشي في الطريق في شيطان، غير إيش؟ غير الطريق عشان عضلات عمر؟ لا، بما رزقه الله من إيش؟ من إيمان. اثنين، من صدع بالحق، صدع بالحق وإظهار الحق. بعض الناس جبناء، أقل شيء بخاف. في درس عند في بيت واحد، يلا دير بالك اسم لأبوك وبحبسوكم إيش إيش يا أخي، لا لا تجي إيش إيش، إذا فيش إيش هو إيش وكيف لو في إيش. هذا أمثاله ما يجيش أحسن، لأنه يخوف الشباب كله. ما في إيش يا أخي، إذا في إيش بيصير على اللي بدرس تهتر إيش إيش وخايف جمان. لا، عمر يصدع بالحق. ثلاث، ثلاث، عدم دخول الشيطان إلى قلبي، ما في سبيل. جرأت عمر شيخ فارق الحق والباطل، ثابت على أمر الله. بعض الناس بيحضر درس درسين عشرة بعدين ببلش يقطع، ما بينفع. ثبات الممات لا يصلح. عمر ثابت في نصرة الدين، في نصرة الحق، لا يخاف في الله من لومة لائم. 307. عن عبد الله بن مسعود قال: لقد أحببت عمر حبا حتى لقد خفت الله ولو أني أعلم أن كلبا يحبه عمر لا أحببته، ولو وجدت أني كنت خادما لعمر حتى أموت، ولقد وجدت فقده كل شيء حتى العضاه. ولقد وجد فقده كل شيء حتى العضاه. نعم، حتى العضاه، حتى العضاه. إن إسلامه كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن سلطانه كان رحمة. نعم، إذا انظر إلى هذه الإيجابيات والفضائل التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه لعمر. طب ما صلت ابن مسعود في عمر رضي الله عنهما؟ ما صلت ابن مسعود في عمر رضي الله عنهما؟ إنه صحابي مثل أخوة في الله، أخوي في الله، جزاك الله خير، أخوي في الله. ما تعرف صلاة ابن مسعود في الحديث؟ شو قلنا في الحديث؟ أقول لك ما صلاة عبد الله عمر بن الخطاب
في عبد الله بن مسعود تلميذه، عبد الله بن مسعود من تلاميذ عمر بن الخطاب، ومن تلاميذ ابن مسعود من علقمة والأسود. وهؤلاء هم نقلوا علم ابن مسعود، وبالتالي تتلمذ عليهم الإمام أبو حنيفة. فلذا ترى في كتب الحنفية عندما يقولون أثر قال هذا قال به عمر بن الخطاب، من أين جئتم به؟ خلاص هم تلقائيا عندهم، لأنه أبو حنيفة أخذ من تلاميذ ابن مسعود، ومن تلاميذ ابن مسعود أخذ من ابن مسعود، وابن مسعود أخذ مين؟ من عمر بن الخطاب. لا يكفي هذا، تحتاجون إلى أسانيد. فليس كل ما قرره أبو حنيفة أو قال قال بعض السلف أنه هذا هو مذهب أبي مذهب عمر بن الخطاب. إذن هذا كلام التلميذ عن شيخه. ماذا قال ابن مسعود عن شيخه وأستاذه الذي لازمه؟ طبعا في رواية أخرى قال عندما مات عمر قال ذهب 19 العلم، فهو يعرف فقه عمر وعلم عمر ومستوى ومكانة وفضائل عمر رضي الله عنهم أجمعين. فأولا قال لقد أحببت عمر حبا حتى لقد خفت الله. إيش يعني أحببت عمر حبا حتى لقد خفت الله؟ من الغلو. نعم خفت من الغلو. يا أخي عمر بالحب اللهم ارضى عنه، أخي بنحب بحبه كثير بس خايف على حالي من إيش؟ من الغلو، اتجاوز الحد، مشارك بحبة الله في أصل إلى مرحلة أجعله فوق مستوى عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني، أي لا تعظموني، كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. فلا يجوز الحب الشديد الغلو، فخاف. طيب حتى أنه وصل إلى مرحلة عالية في الحب، وهي يحب الأشياء التي يحبها، ما يحبه عمر يحبه ابن مسعود. شو بتحب توكل يا عمر بن الخطاب؟ الشيء الفلاني. ابن مسعود خلاص أنا بحب هذا الشيء خلاص. إيه طب ما أنت بشر بدك توكل. لا لا لا، اللي بحبه عمر أنا بحبه. شو بتحب تشرب يا عمر بن الخطاب؟ بحب كذا. ابن مسعود أنا بحب اللي بحبه مين؟ عمر بن الخطاب. وين بتحب تروح يا عمر؟ في المكان اللي أنا بحب أروح المكان هذا. إيه حتى وصل إلى مرحلة لو أني أعلم أن كلبا يحبه عمر لا أحببته. إيه الكلب بحبه. إيه أنت بتحبه عمر؟ آه وأنا بحب هذا الكلب. أخي بنحب عمر رضي الله عنه. فابن مسعود عرف قيمة من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ولوددت أني كنت خادما لعمر، يا ليتني كنت خادما لعمر. شو الفائدة أن يكون خادما لعمر؟ المرافقة. نعم المرافقة، هذه هي الفائدة في مرافقة أهل العلم والمشايخ. لكن إذا رافقت أهل العلم لابد أن تفيدهم. واحد قال شيخ والله ممكن ألازمك، كيف يعني تلازمك؟ أعطل شغلك وأعطل حياتك. هي مش لازمني، تعال عفوا جاي على مكتبتي نظف هالمكتبة تفيد واستفيد منها، بتقرأ الكتاب ومنها بتنظف الكتاب. تعال هاي الكتب مش مفهرسة، فهرس الكتب منها بتفيد وتستفيد. عم لا والله جايين نقعد لك. لا، ابن مسعود فهم أن ملازمة عمر تعني خدمته، لأن خدمة عمر توفر له الوقت
وهذا الوقت يستغله عمر في نصرة الإسلام والمسلمين. أنت جاي تشغل طالب علم ولا عالم؟ فكيف إذا كان الذي يشغل ابنك يشغلك عن العلم؟ فأنت خذ أولاد الشيخ واشغلهم بما يرضي الله، بتكون خدمت مين؟ خدمت الشيخ، لأنك وفرت له الوقت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ولوددت أني كنت خادما لعمر حتى أموت. هاي الملازمة، فيد استفيد. ولقد وجد فقده، وجد أي حزن عليه من الوجد، فقده كل شيء حتى العضاح، حتى الشوك، حزن لموت عمر. إن إسلامه كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن سلطانه كان رحمة. شوف الفضائل كلها. اسأل نفسك ماذا تخدم دين الله؟ تصلي؟ صلاة لنفسك. ما خدم دين الله؟ تحضر درس؟ هذا لنفسك. تزكي؟ نعم نفعت شيء من المسلمين. حج؟ هذا لنفسك. ماذا تخدم دين الله؟ هكذا كان عمر يتقرب إلى الله بخدمة دين الله عز وجل. ماذا تخدم دين الله؟ اسأل نفسك، كل واحد فينا يسأل نفسه ماذا تخدم دين الله؟ ولا أنت بدأ حدا يخدمك لسه؟ بدي أجع الدرس، والله وصلوني ودوني ورجعوني. ما شاء الله. ليش حضرتك اللي جاي تعطي الدرس؟ لا والله إذا بتأخذوني أحضر الدرس وترجعوني إيش؟ باجي. ما أخذتوني لا شفتك ولا شفتني. اخدم دين الله، اعطي درس، علم، اظهر الحق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 310 وبها نختم. عن الشعبي قال: قال علي على المنبر: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. انظر هذا فضل الله، أن الطمأنينة والعلم يظهر على لسان عمر. وسوف يأتي معنا أن عمر رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفتى بشيء أو اجتهد بشيء جاء الوحي ووافق عمر، وجمع هذه المواقف عالم من علماء المسلمين. من يعرف اسم هذا العالم؟ اسمه حامد بن علي العمادي، مفتي الحنفية بدمشق، في كتابه الدر المستطاب في موافقة عمر بن الخطاب. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.